إذن متابعينا الأوفياء، كما تتابعون معنا هذا البث المباشر، لحظات ودخول تلاميذ البكالوريا لاجتياز امتحانات البكالوريا لهذه الصبيحة، فنتمنى لهم التوفيق والسداد وبطبيعة الحال النجاح إن شاء الله. كما كتشوفوا في أجواء حماسية، أجواء يتخللها الخوف والترقب من أجل الحصول على نتائج متميزة ونتائج ترضي الأبوين بطبيعة الحال. فكل أب وكل أم كيحاول باش انه يشوف الابناء ديالو في احسن المراتب ويحققوا نتائج مرضيه كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فالعديد من التلاميذ هذا الصباح سيجتازون اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا، فوفقهم الله ويسر امورهم ان شاء الله يا رب.